نمضي ونتواصل معكم أعزائي الأحباب مشاهدينا في صباح الشروق عبر عديد الفقرات. وصلنا بكم إلى الشروق نت، تحليل لأبرز ما ورد من أخبار وأحداث مهمة ومحدثة أيضا على موقعنا على الشبكة العنكبوتية شروق دوت نت. مع التحليل ينضم إلي الآن داخل الاستديو الأستاذ علاء بدين عمر، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ علاء بدين أهلا بك، صباح الخير. خير عليك وعلى مشاهدي قناة الشروق حبابك. إذا نبدأ مباشرة من أولى الأخبار معنا، وفيه محكمة بحرينية تلقي حكم تعويض السودان للشركة الفرنسية. أصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية بمملكة البحرين حكما ألغت بموجبه حكم المحكمة المدنية الخامسة الابتدائية القاضي بإلزام وزارة الري والموارد المائية السودانية بدفع تعويض لصالح شركة الإنشاءات الدولية الفرنسية. ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية الخطوة بأنها نصر جديد للدبلوماسية السودانية وجهد مقدر من سفارتنا بالمنامة، بجانب التنسيق المحكم مع وزارتي العدل والري والموارد المائية ومكتب المحامي عمر عثمان المرضي. وقال بيان للوزارة إن تفاصيل القضية تعود إلى خسائر تزعم الشركة الفرنسية أنها لحقت بها نتيجة توقف الأعمال في قناة جونغولي في ثمانيات القرن الماضي. وأضاف البيان أيضا أن الشركة الفرنسية قامت من جديد برفع دعوى ضد وزارة الري والموارد المائية أمام المحاكم البحرينية منتصف العام الماضي، ومن ثم تحريك إجراءات تنفيذ بالحجز على الحسابات الخاصة بحكومة السودان لدى المصارف البحرينية، تم بموجبها تجميد بعض الحسابات والأصول الحكومية لصالح الدعوة. هذا الخبر كيف تقرأه أستاذ علاء بدين؟ طيب، هو واضح أنه خبر يقرأ في سياق إجراءات كثيرة جدا في مسارات قانونية وسياسية تقترب هذا العالم في علاقته مع السودان. وهذه الملفات ما فتحت من حين لآخر تفتح، وأنا في تقديري أن المسار القانوني لهذه القضية كان يمضي بنعومة شديدة جدا حتى أننا لم ننتبه، وربما تتفتح مثل هذه القضايا خلال الفترة القادمة بصورة أكبر وأوسع من هذا. واضح أن الشركات العالمية التي كانت تعمل في السودان تستغل الأجواء السياسية الموجودة الآن في السودان للإعلان عن بعض القضايا التي تزعم أنها يمكن أن تمضي في اتجاه تعويضات مالية من حكومة الفترة الانتقالية، باعتبار أن الحكومة أتت بثورة تعتقد هذه الشركات أنها يعني ستجلب لها بعض الحقوق التي كانت غائبة، سيكون لها حظ في باب المعالجات. بالضبط، فيبدو أنه بعض الجهات تحاول استغلال هذا الوضع الآن للحديث، ولكن الحديث عن الذي تم يعني كان نصرا للدبلوماسية السودانية هو بالتأكيد ملفات الدولة السودانية حتى في الإطار الدبلوماسي واضح أنها بتمضي بصورة جيدة في مسار المهني، باعتبار أن الخارجية واحدة من معاقل المهنية السودانية، وحتى وإن تعرضت لبعض الهزات السياسية عطفا على المتغيرات التي تجري، ولكن الشأن الفني والمهني بالنسبة لهذه الوزارة الهامة يمضي واضح أنه بشكل جيد جدا والملفات مرتبة. ولذلك إن مضت الأحداث على هذه الوتيرة ربما نسمع عن انتصارات، إن صح تعبير انتصار في مثل هذه القضية، ربما نسمع عن انتصارات قادمة في ملفات شبيهة بهذا الملف. نعم،